تساهم وحدة مبادلة للرعاية الصحية في العديد من المبادرات تضامناً مع المجتمع وتعزيزاً لجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي للحد من تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19. ونود أن نشكر قيادة دولة الإمارات وكل من يساهم في حمايتنا، ونحن بدورنا نعمل ونخلص لصحتكم وسلامتكم، وبإذن الله سنجتاز هذه المحنة سالمين غانمين إن شاء الله.